وأنتم تضربون أروع الأمثلة بالفرقة وتؤسسون لنماذج يحتذى بها في التناحر على الماضي. أقول لكم لا تبنى الأوطان إلا على جثمان الطائفية والظلم، ولا يمكن أن نطمئن وأنتم قنابل موقوتة مزروعة في حاضرنا. أخرجوا من مستقبلنا لو تكرمتم لنكون أكثر سلاما وتسامحا وحياة. شكرا لكم بحجم الأوطان التي قسمتموه. أخيرا الحمد لله رجعنا للوطن. إيه الحمد لله على السلامة أخوي خرف. الله يسلمك، كان حوار ناجح بفيينا، ها؟ بس كان البزر هزأنا شوي. إيه كان قاسي المليعين، لكن يحتاج العالم الكثير من الحوار حق الأديان عشان الناس يعني. تحب الحوار أنت؟ أموت فيه والله. بالله ويك ويك، شوف مين كان يصدق ان اجدادنا كانوا يتهاوشون على قطيعة ارض قاحلة جرداء؟ شي غريب والله، هالجبل كان يحكي لي عنه جدي نهار الله يرحمه. وش دخل جدك فيه؟ هو كان الجدي لنا. لا تخسى، انت اللي تخسى. جدك كان 110 يا رجل، اتقي الله. لا يا منير، لا لا انتبه زلات لسانك. تذكر وقعت الشحيفية يوم ان ذبحكم واحد واحد؟ انت تنظر للتاريخ من منظورك الضيق يا الكذاب. اخرس. سبحان الله، تضاربوا على جبل قبل 100 سنة ولا يسعك. اسمع من يتكلم عن الماضي يا رافضي. ما تعلم يا ناصبي ان هالجبل لجدي باقر الذي ينحدر من نسب الحسين سلام الله عليه. بالله يسأل جدك باقر عن هالبيتين، دونها انحرنا من رقاب الرياجيل. هذا جبلنا وخروا عن جبلنا، تجشرف العز جيل بعد جيل، لو تنشده ينبيك عما فعلنا. دق على جدك واسأله تلقاه بسردابه. دق على لو سمحت، كفى عن السخرية. بس يا صبي بس، خلاص يا بي، شنو هذا؟ الله يرحم صدام. بس الله يرحم الملك فيصل، الله يرحمنا برحمته يا طرش البحر. ها ايه شو شو، والله نحسب ان بيظهر لي واحد يقول لحم ولا دجاج. يلا لحم يا جهنم. تفضل. يرحم امك. اطلع تكفى تكفى بطني. رافضي ناصبي كافر، رافضي ناصبي كافر، رافضي ناصبي كافر. صليل الصوارم نشيد الاباء. يا وش ذا الصوت؟ وش ذا اللي قاعد تطلع المزعج؟ وش ذا الصوت؟ عارف مين يا روح امه؟ ده انتوا كلامكم ما يتفهمش اصلا. عنصري وغح. عنصري؟ ده انت بتعنصرني انا؟ I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane. كابتن أيمن، كابتن أيمن، هذا الركاب مرة مزعجين. صليل الصوارم نشيد الأباء. الحل أذكره مرة ثانية، دولة حديثة، دعونا سنة وشيعة وحوثي ووهابي، لا نريد هذا كله. عودوا يا جماعة، أقسم بالله الطريق واضح أمامكم جدا. وأنا أعلم يا إخواني أن الذين يمكرون بهذه الأمة ويبغونها العنت ويبغونها الخبال، وأستطيع أن أقسم بهذا على الله غير حانث إن شاء الله، أنهم يعجبهم جدا.